مش تعرف فؤاد سراج الدين بتدخين السيجار، وبسبب صعوبة الحصول على السيجار في الستينات كان لا يستقر على نوع واحد، وغالبا ما كان يأتي إليه أصدقائه في الخليج بعلب السيجار. في تلك الفترة عاش فؤاد سراج الدين على التجارة في العاديات والتحف، وكان الشيء الوحيد الذي يمنحه سعادة غابرة وسط كل الظروف الصعبة التي عاشها أن يفوز الأهلي بالدوري أو بالكأس. كان التيتش ده، كابتن التيتش ده كان من الناس المقربين إليه، وكان رئيس النادي الأهلي، يعني هو مؤسس النادي الأهلي. طبعا منعه بعد كده من هو بأي حاجة، بس خدوه بعد كده شعر فيه. وبيحكي لك على حاجة جميلة جدا برضو طرافة من اللي كان بيقولها لي. كانوا قاعدين، انت عارفة الزمالك كان اسمه زمان ايه؟ كان اسمه فاروق، نادي فاروق. نادي الزمالك دلوقتي كان اسمه نادي فاروق. فبقول لك كان في مباراة بين الأهلي وفاروق، ففاروق قاعد، فاروق جاب جون في الأهلي، طبعا الملك مبسوط. فبقول لهم هي ايه رأيكم؟ قالوا فؤاد باشا، قالوا ايه رأيك يا باشا بقى؟ قال له ما هو طول ما اسمه فاروق محدش يقدر يجيب في جول، لكن لو اتغير اسمه شوف الرد الدبلوماسي. مالك يعني. فكان بيحب الفنانين قوي، وحتى لما كان عنده ضنك مالي، يعني كان عنده ازمه ماليه، كان بيتسلف بيع الانتيك، عمل ديكور لبيت عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. فبيقول لك صلاح سالم كان عند نهلة القدسي، فبيقول لها الله البيت ده معمول حلو، أو مين اللي عمل لك؟ قالت له ده الباشا. قال لها ودفعتي له كام؟ قالت له الحقيقة الراجل ما خدش ولا مليم، بالعكس كان بيدفع هو حق بنزين العربية وإكراميات للعمال. فالباشا لما عرف بتحكي له قال لها ليه؟ ليه كنت قلتي له إن أنا باخد خدت منك فلوس يعني؟ كنت قلتي له عشان يعرف وصلني لإيه؟ شوفين؟ كنت قلتي له إن أنا خدت عشان يعرف هو وصلنا لإيه؟ لكن هو ما خدش طبعا منها ولا مليم، يعني هو عمل ديكور عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. يعني من الحاجات اللي بيحكي لي مره على حاجه مع ام كلثوم، لان هو جابها تغني في فرحه. فقالوا له ايه؟ بص هي طماعه شويه، فاللي يروح يحجزها ما يقولش ده فرح مين. بيحكي لي بيضحك كده، فقلت له طب عملت كده؟ قال لي اما بيقولوا انها ممكن تعلي يعني. فراحوا له قال له في فرح مهم ومش عارفهم ايه، فاتفقت باين على 35 جنيه. وبعدين اول ما عرفت وجات قالت له ايه ده؟ فرح الباشا؟ ها؟ وفي غايه 40 جنيه.